السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. يقترب الدولي الجزائري يوسف البليلي من الالتحاق بالدوري التركي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكشف موقع فوتماك التركي عن انتقال مسؤولي نادي طرابزون سبور للسرعة القصوى من أجل حسم صفقة البليلي. كما أضاف ذات المصدر بأن إدارة النادي التركي قدمت عرض بقيمة 900 ألف يورو لإقناع الدولي الجزائري بالانضمام إلى الفريق التركي، ولكن أفضل عرض بالنسبة لنا هو عرض غلطة سراي، لذا نتمنى انتقال البليلي إلى غلطة سراي. يذكر بأن يوسف البليلي يتواجد حر من أي ارتباط منذ فسخ عقده مع نادي أجاكسيو الفرنسي شهر أفريل الماضي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.